نشوفوا. افون دو فو دوني ان بتي مو تفضل معايا مسيو القجع. On va essayer de visualiser peut-être ensemble une petite histoire sur Monsieur Lkja, si vous permettez la régie. Voilà. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع. وسام العرش درجة قائد. سيد فوزي القجع صانع أمجاد الكرة الوطنية انتخب في 11 نوفمبر 2013 رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليصبح أصغر رئيس في تاريخ الجامعة الملكية لكرة القدم. منذ تولي هذا المنصب كان الطموح الأول ديالو الرفع من مستوى كرة القدم الوطنية، وأول حاجة دارها السي القجع رفع من دعم الجامعة وحتى الدعم الممنوح للفرق الوطنية. من بين إنجازات ديال السبع فوزي القجع انتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي للكاف، ومنذ توليه رئاسة الجامعة واللي كل شي لاحظها نجح القجع في تطوير البنية التحتية الكروية وأصبح كينافس بلدان عالمية. في فترة فوزي القجع عرفت المنتخبات بجميع الفئات وحتى الفرق الوطنية استفاقة كبيرة، منها تحقيق أول تأهل للمونديال النسوي في التاريخ. وحضور قوي جدا للفرق الوطنية المغربية في مسابقات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، وأصبح المغرب أول بلد في العالم تتأهل فيه أربع منتخبات إلى المونديال. وهذا الشيء جعل البطولة المغربية رائدة قاريا ومن بين أفضل البطولات في إفريقيا، بثمانية كؤوس إفريقية للأندية الوطنية وعصبتين للأبطال وأربعة كؤوس للكاف كاف وكأس ممتازتين ولقبين إفريقيين للمنتخب المحلي، وآخرها الإنجاز التاريخي والمستحق لأسود الأطلس بكأس العالم قطر 2022 وحصولهم على الرتبة الرابعة بالمونديال. وماشي غير هادشي، السي القجع خلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنفانتينو براسو يعترف بقوة المغرب وانباهر بالملاعب المغربية وباللي يقدر ينظم أكبر التظاهرات الكروية آخرها تنظيم كأس العالم للأندية بالمغرب سنة 2023. وحتى رئيس الكاف موتسيبي زار المغرب في أكثر من مناسبة وعجبوا الحال وانباهر بالبنيات التحتية وبقوة الفرق الوطنية المغربية. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع، هنيئا لنا بفوزي القجع الأسد الذي أخرج كرة القدم المغربية من الظلمات إلى النور. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.